ويولد فان. نحن نقضي يوما ممتعا. أنا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال بدلا منه. هذا المبنى رائع وجميل لكرة القدم، الكرة جميلة، اللعب هنا رائع، مصر أكثر من رائعة. سيساعد على تنظيم العديد من المسابقات للمنتخب الوطني، للفرق، للشباب، للرجال والنساء. 100 عام على مرور كرة القدم في مصر، هذا اليوم التاريخي هو يوم عظيم. مرور 100 عام على كرة القدم في مصر حدث رائع. كل المصريين في العالم يعشقون كرة القدم. أنتم أعطيتم للعالم الكثير من اللاعبين المتميزين. أنتم تكتبون صفحات ناصعة في مجال كرة القدم في العالم، وأتمنى لمصر أن تستمر في التقدم 1000 عام قادمة. رجل مباراة، نعم، أو الحضري، وهو حارس مرمى متميز وأسطورة في الفيفا، أرشحه للعب معي في الفيفا. البعض يؤيد، البعض ضد، سنناقش كل هذه الأمور. وأنا أعتقد يجب أن تقام العديد من المناسبات والمسابقات لمشاركة دول العالم، ونعطي فرصة للكثير من الدول للمشاركة في البطولات. سيكون كأس أمم إفريقي رائع في الكاميرون، وسنحتفل جميعا بكرة القدم الإفريقية كما نفعل دائما. سنعمل معا لإنجاح هذا الحدث لصالح كرة القدم في إفريقيا، لأن هناك المواهب الكبيرة في إفريقيا وحب وعشق كرة القدم. محمد صلاح لاعب رائع، لاعب لا يصدق، وهو الأفضل بالنسبة لي. ما أقوله لصلاح دائما هو مبروك على كل ما تحققه. لديك الشجاعة والقوة أن تلعب في سويسرا، ولا يجب أن لا تنسى ذلك. ثم انتقلت وتقدمت في كرة القدم، وأصبحت على قمة لاعبين كرة القدم في العالم. ميدو، أنا أحب ميدو مثل العديد من اللاعبين. هناك فرص للجميع، ولكن صلاح لعب أكثر من رائع، ليس فقط لمصريين ولكن للجمهور كرة القدم في إفريقيا ودول العربية. ستكون مباراة صعبة وتأهل صعب، وأنا سعيد لأن كأس العالم القادمة سنضاعف عدد فرق كرة القدم الإفريقية، لأنهم يستحقون ذلك. حول مباريات اليوم، يسعدنا يكون معنا 2 من الكبار كلاعبين ومديرين فنيين ايضا، الكابتن عبد الستار صبري. مساء الانوار يا ابو كباب. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وحشنا كتير والله. انت وحشني كتير يا كابتن مدحت. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن عبد الحميد بسيوني، مساء الانوار يا كابتن. مساء الانوار يا كابتن مدحت، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك ومع الكابتن عبد الستار. انا اسعد والله. يعني سمعنا كنا ان حضرتك رايح مع مورينيو والدنيا كتبت والحكايه، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه صح يا كابتن، بس كان خلاص كل التفاصيل وكل الاجراءات كانت خلاص هتخلص. كان في اتصال على طول دايما مع مستر مورينيو والوكيل بتاع مستر مورينيو. حصل بقى لما الاتصالات من نادي روما اتصلوا بيا، كان عشان اجهز الاجراءات والحدد. نادي روما. نادي روما. بعد كده لقيت بقى توتي اللي طبعا انت المسؤول عن الرياضه هناك في روما. اتكلم مع مستر مورينيو، كان في كلام ان هو هيجيب واحد من ايه، من روما، فرقه روما. واحد طلياني. واحد طلياني وبتاع الحاجات دي كلها. طبعا مستر مورينيو رفض، بس حدد برضه الفتره بتاعت اللي فاتت برضه بتاعت مستر مورينيو ان الاداء والشكل بتاع نادي روما ماشي بشكل ايه، مش كويس بالظبط، او مش مقوي ايه مستر مورينيو في الحته دي بالذات. مظبوط. عشان كده في دوشه، وربنا يسهل ان شاء الله لو الامور مشت. بس حاجه جميله، يعني انت اتصل بمورينيو على طول، بتكلم معاه ايه بقى؟ بتكلم معاه برتغالي. برتغالي. بتكلم معاه. طب انا عايزك بالبرتغالي تقول للكابتن باسيوني انت كنت عظيم في قيادتك لناديك، ونتمنى لك مستقبل طيب بالبرتغالي. بالبرتغالي. يلا. مودو جوغادور مستر باسيوني، مودو جوغو، مودو 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 بريسو، مودو مودو فريو فور جول مستر باسيوني. كوشتو انت ان زمالك ان جايش انت مودو مودو بريغاتو فور مورجو مورجو جيزر. ثانك يو كابتن. هو موتو ولا مولتو ولا حبيبي يا كابتن؟ زي كابتن مجدي بنتكلم انا وهو برتغالي. كابتن مجدي. مجدي عبد الغني. جميل مجدي. طيب نبدا مع بعض مباشره باول لقاء، الزمالك وسيراميكا كليوباترا. كابتن باسيوني،
يعني مبدئيا واحنا نتفرج على الهايلايتس دلوقتي، كارتيرون دايما مره سيف الدين الجزيري، مره عمر السعيد، ما بيثبتش على راس حربه ثابت. من وجهه نظرك انت، انا دايما كنت بشوفك بتثبت، يعني من وجهه نظرك ليه؟ شوف يا كابتن، المفروض انا عندي مدير يعني مهاجم اساسي ومهاجم بديل. لا بدي المهاجم الفرصه كامله وبدعمه تمام وبسنده، لان دايما المهاجم محتاج مباريات متعدده متتاليه ورا بعض. لا. علشان يوصل للفورمه الفنيه الكبيره في عدد ماتشات كبير. فما ينفعش ان انا كل مباراه ادخل بمهاجم مختلف، لان بيغيب هنا الحساسيه بتاعه المكان والمرمى بالذات. لا. بيبقى محتاج ابعاد معينه من كتر اللعب، الواحد بيبقى عارف واقف فين مكانه فين. انما كل مره بتفقد الثقه في المهاجم ان هو مش المهاجم الاساسي. فبالتالي المهاجم بيفقد ثقته بنفسه، فبالتالي انت كمدير فني انت بتستقر على مهاجم وبتدي له فرصه كامله الى ان يثبت سوء مستواه، سوء التوفيق معاه، تدي للتاني. تدي للتاني. انما مش كل مباراه هدخل بمهاجم مختلف، وده اللي بيعمله كارتيرون، ده اللي احنا ملاحظينه. طيب، وانا بسال برضو حضراتكم عينيكم على الشاشه عشان لو حابب اي لقطه توقفها ترجعها قطعنا واحنا بنتكلم. تمام. كلام ليكم انتوا الاثنين طبعا. طيب، يعني خليني هنا اروح تفسيرك لمساله حازم امام وبرضو المسلوسي، ووجهة نظرك أيهما أنسب، لأنه هو بيلعب حال المسلوسي وبيلعب حال حازم في الأونة الأخيرة، أيهما أنسب؟ وأنت كنت حريف كورة وحازم حريف برضو، أيهما أنسب لقيادة الجبهة اليمنى لنادي الزمالك؟ حازم امام يا كابتن. أنا ليه؟ شايف حازم امام، حازم امام نادي الزمالك والنادي الأهلي عموما يا كابتن من الفرق اللي هي بتهاجم، إن هم عندهم قوة إيه الهجومية أكتر بشكل ايجابي جدا. عشان كده حته الاطراف، انا شايف الاطراف دي مهمه جدا في الناديين، يعني هي المنظومه اللي بيبني عليها المدرب حته الاطراف. الاطراف لازم يبقوا مهمين ولازم يبقوا سرعة عشان هو بيبنوا الهجمه. حازم امام في الفتره اللي كان بيلعب فيها مع نادي الزمالك كان هو القوه الضاربه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، كان هو الايه العنصر الاساسي لهجمات نادي الزمالك. نعم. عشان كده ابتدى كارتيرون لما نازل حازم امام في البدايه وعايز يرجعه بشكل كويس قوي، بص الصوره اتغير خالص، الاداء شكل اتغير من ناحيه الجبهه اليمنى ناحيه نادي الزمالك، ابتدى فيها هجمات كتير قوي كان مفيش خالص الاول خالص ناحيه موسولاني. عشان كده انا شايف يا كابتن يعني حازم امام هو البدايه، هو اللي يبتدي بايه، هو الافضل، هو الافضل. طيب، على الجانب الاخر الناحيه الثانيه، هم عندهم ثلاثة، أحمد أبو الفتوح وعندهم عبد الله جمعة وعندهم عبد الشافي. عبد الشافي يا كابتن عنده خبرات كبيرة جدا، وعنده تالنت في حتة الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. بس فتوح عنصر الشباب وعنصر المهارة عند فتوح أكتر شوية. نعم. إن هو بيقدر يستغل ويقدر يخش لجوه، يقدر عنده حلول كتير جدا. عشان كده شايف فتوح برضو من الحتة اللي في الناحية الشمال ان هو ممكن يتبادلوا مع بعض هو وعبد الشافي. عشان كده لما لعبوا الاثنين مع بعض في الماتش ده، بس لما بن شرقي هيرجع هو اللي هيلعب قدام. بس في نقطه، لما لعبوا الاثنين مع بعض عبد الشافي وفتوح كان في جبهه جامده جدا، فتوح كان بيخش لجوه بيدي يعني شوف كابتن انطلاق لعبد الشافي ان هو يقدر. انا هقطعك زي ما اتفقنا، اتفضل كابتن. عايز بس ارجع قبل الجون ما يجي يا كابتن، ارجع قبل الجون يا احمد ووريك تنظيم اللي بصراحة هيثم شعبان عامل يعني شغل كويس جدا مع سيراميكا. لا أنا عايز الكاميرا وهي فاتحة الملعب قبل الهدف، قبل الهدف، ارجع قبل الهدف. تمام. بص شوف يا كابتن، التكتل الدفاعي اللي موجود ده والتنظيم الدفاعي الجيد اللي عمله هيثم شعبان طوال 38 دقيقة كان مساعده على كده البطء والتحضير البطيء للعبة نادي الزمالك. نادي الزمالك كان دايما بيدور الكرة للخلف، كل الكور مقفولة لأن العمق فيه زحمة، الأطراف فيها زحمة. الكرة الوحيدة اللي اتلعبت يا كابتن بسرعة بسرعة وكانت لمسة من وان تاتش يعني بأسرع ما يمكن في تحركات، يعني دخل هنا اللي اتعملت عمر السعيد واحدة هنا، بقى الباك هنا الباك اللي هو الباك الشمال وقفته هنا غلط لأنه سايب مصطفى لجوه، المفروض بيبقى جوه واقف وقافل على مصطفى لأن ما لحقش حتى ولا استرد باك يروح لان الكره اتلعبت بسرعه. اللعبه دي لما جت جون يا كابتن، ده جون
ممتاز جدا بجمله متميزه لان كان فيها سرعه. الجون ده فتح اللقاء وحرر اللقاء من التكتل ده، يعني احنا لو شفنا هنعد كده يا كابتن، ادي 2 4 6 8 ال 10 لعيبه بتوع سيراميكا كلهم في التلت الاخير لملعبهم، مش في نص الملعب، لا في التلت الاخير. فكانت التكتلات الدفاعيه طوال 38 دقيقه ساعدهم على كده، البطء والتحضير البطيء اللي كان بيلعب بيه لعيبه الزمالك طوال 38 دقيقه. الكره الوحيده اللي اتلعبت بسرعه من لمسه واحده جت جول. بعدها ايه اللي حصل بقى يا كابتن؟ الجيم بقى فتح. بعد الجون ده في فرصتين للزمالك نسبه التهديف فيهم عاليه جدا، كره حازم امام وفي نفس الوقت وصل سيراميكا المرمى عواد، وكان عواد نجم في اللقاء ده بصراحه يا كابتن، وشال اكتر من كره خطيره. واحنا طبعا الحالات دي كلها هنشوفها دلوقتي في البييرو. وفي عندك بقى يا كابتن في فرصتين بعد الهدف للزمالك، دي واحده منهم يا كابتن دي. شوف يا كابتن هنا، اقف بقى هنا دقيقه واحده بس. شوف هنا عدد المدافعين بقى قد ايه يا كابتن، ليه؟ لان سيراميكا خرجت من التلت الاخير بتاعتها علشان تقدر تعوض الهدف اللي دخل في مرماه، فاصبح بقى 4 لعيبه منهم واحد مش هيلحق الكوره في ناحيه اليمين هناك، وتلات لعيبه على 2، وكانت هجمه خطيره يقدر الزمالك كان يقدر يجيب فيها هدف تاني. ده يوريك يا كابتن ان الهدف الاولاني مفعوله مفعول السحر اللي بيحرر المباراه من التحفظات الدفاعيه دي، كوره عبد الشافي. وفي بعدها على طول كوره لحازم امام، حازم امام اللي هو عملها تشيب خفيف وصدها الجو. ففرصتين يا كابتن من الدقيقه 42 ل 44 بعد الهدف مباشره، يدينا قد ايه لما يجيب يجي جون في المباراه بدري يا كابتن، يدينا حريه ومتعه وسيراميكا للامانه 3 على 2 يا كابتن، 4 على 2 بالظبط يا كابتن. ما كناش بنشوف الكلام ده بقى يا كابتن طوال 38 دقيقه بالظبط. طيب انت دلوقتي اخر سؤال كان لينا، كنا بنتكلم على الجبهه، حضرتك بتقول انه عبد الشافي واحمد ابو الفتوح عاملين جبهه قويه. بالظبط كده. لكن مع عوده بن شرقي ايه؟ عوده بن شرقي يا كابتن يبقى في اختلاف في مين يلعب بقى باك؟ فتوح. انا قلت لك كابتن يعني حته برضو ايه نادي الزمالك ونادي الاهلي، حته الجبهات مهمه جدا. احنا كنا زمان لما كنا بنلعب نادي الاهلي او نادي الزمالك كان كل الخطوره من ناحيه الجبهه الباك رايت او الباك ليفت. طول عمر النادي الاهلي ونادي الزمالك الجبهات بتبقى على طول ايه حته الهجمات بتاعتهم من ناحيه الاطراف، سواء جلبرتو سواء سيد معوض سواء كابتن ابراهيم حسن سواء طارق السيد، ناس كل كان الهجمات كلها بشكل كويس قوي. صحيح. عشان كده يعني فتوح وحازم امام بتلاقي نادي الزمالك او النادي الاهلي على طول هم في نص ملعب الخصم الثاني. بيفتح. طيب سؤال ثاني برضو يا كابتن عبد الستار فيما يتعلق بمصطفى فتحي، هو موظفه مركز 10 عشان نربط مع الناس اللي هو المركز اللي بيلعب فيه اوباما او بيلعب فيه مجدي قفشه، هل افضل لمصطفى فتحي هذا المركز ولا الطرف اليمين زي ما كلنا كنا متعودين عليه؟ لا، مصطفى فتحي انا اللي شايف اللي الطرف اليمين هو الانسب ليه. يعني لو شفنا مصطفى فتحي في خلال الفتره اللي لعب معاه في سموحه كان ناحيه الطرف اليمين كان عامل شكل كويس جدا، كان ايجابي، كان بيخش لجوه لطريقه زي طريقه محمد صلاح ان هو بيخش لجوه بيلعب الجون بيجيب اهداف كويسه بشكل كويس، عنده مهاره، عنده حلول كتير قوي ان هو بيلعب واحد على واحد. حته تحت راسين الحربه دي بيبقى فيه زحمه، مجرد ان هو بيخش في التكتل. بس هو اللي خلص الماتش النهارده. تمام، بس لو تلاحظ يا كابتن الجون اللي جابه هو جاي اصلا من لمسه واحده، لو مصطفى فتحي مش متعود اصلا ان هو يلعب الكره لمسه واحده، بس لا الفرصه دي الوحيد ان هو جات له على طول عند خط ال 18 لعبها لمسه واحده. طيب كابتن بسيوني، لو مصطفى فتحي زي ما قال الكابتن عبد الستار مش هيلعب رقم 10، هتلعب بزيزو ولا هتلعب بمصطفى؟ لا كابتن، للامانه الاثنين ما ينفعش يخرجوا من الملعب، زيزو في افضل حالاته وواحد من اللعيبه المتميزه خلال الماتشات الاخيره، حتى في الماتشات اللي خسرها الزمالك في قصاد الاهلي او اللي تعادل فيها. صحيح. المباراه الاخيره، فزيزو واحد من اهم اللعيبه حاليا في نادي الزمالك. نعم. مصطفى فتحي نفس الحال، مصطفى فتحي النهارده يا كابتن للامانه كل الخطوره بتاعت نادي الزمالك كانت عن طريق مصطفى فتحي، فلا مصطفى فتحي ولا زيزو يقدروا يخرجوا من الملعب، لازم يبقوا في الملعب. وللامانه لازم يبقى معاهم اوباما تحت راس الحرب، لان اوباما هو من افضل من يشغل رقم 10 ويلعب زي ما قال كابتن عبد الستار مصطفى في الجهه اليمنى بتاعته، وزيزو يروح الناحيه الشمال يا كابتن. هل بيجيد زيزو في الشمال؟ يجيد يا كابتن. طب انت عندك بن شرقي يا كابتن. لا كابتن، في بن شرقي في الفتره دي مش في حالته الطبيعيه، مش في مستواه اللي كلنا دايما كنا راضيين عنه وعن ادائه وعن، لا زيزو في الفتره دي افضل في المكان، ما يبقى عندي زيزو ويبقى عندي اوباما ويبقى عندي
مصطفى فتحي. لا ثلاثة تحت راس الحربة جامدين جدا جدا، عندهم خطورة، عندهم مهارة، بيخشوا للعمق كويس. بيبقى بديل، بيبقى بديل يا كابتن، لأنه في الفترة دي مشغول بالتجديد، مشغول بالمشي، ذهنه ما هو الصافي كامل في هذه المرحلة. ده إجابة خطيرة جدا يعني. طب عندي سؤال ليك شخصي، لو قدر ونادي الزمالك عرض عليك تبقى مدرب عام مع الكابتن كارتيرون تشتغل؟ شوف يا كابتن مدحت، يمكن انا عايز اقولها، الزمالك بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا، وانا بحبه وبحترم، انما للامانه انا يمكن هفكر في الموضوع ده 1000 مره، لان انا عن نفسي يمكن الحمد لله والشكر لله من خلال شغلي ومن خلال الناس اللي شافت ان انا الحمد لله والشكر لله مدير فني على مستوى عالي، حقيقة احصل على بطوله كبيره جدا جدا، وليا فكر وليا شغل عايز اعمله طبعًا. لو انا عندي الفكر ده هشتغل وهاخد حقي في الشغل ومساحتي في الشغل، وهيبقى لي رأيي الكامل ونتاخد بيه واتاخد بقى رأي، اهلا وسهلا. مش هينفع، لان صعب جدا جدا يا كابتن ان انا في الفتره دي ما بقاش ليا دور ودور ايجابي في اي مكان انا اروح. مؤكد يبقى لك دور من خلال شخصيتك اذا تم الامر، يعني من خلال شخصيتك وطريقتك الجميله مؤكد كارتيرون هيبقى ده اذا حصل يعني، ومجرد سؤال افتراضي، انا ما عنديش معلومه يعني، لكن هو سؤال افتراضي يعني، انت ترحب في اطار ان يبقى لك دور حقيقي، دور حقيقي يا كابتن ويتاخد بيه كمان، ويتاخد بيه جميل. لان يا كابتن انا للامانه الموضوع ده ما قبلوش في اي حته تانيه نهائي، لان انت خدت خطوات كبيره. انت تصنفت مدير فني، انا ما في كم مدير فني بره الاهلي والزمالك عنده بطوله يا كابتن يتعدوا على اصابع اليد الواحده فبالتالي يا كابتن لما تاخد بطوله كبيره زي بطوله السوبر من النادي الاهلي، صعب ان انت تاخد خطوه لورا تاني او ان انت ترجع تاني. لان انا بالنسبه لي هفكر 1000 مره قبل ما اخد الموضوع ده، قبل اخد القرار. اتفق معك. يمكن ابرز الزملكاويه كابتن طارق العشري، بس هم الزملكاوي بره الاهلي والزمالك يعني، بكلم طارق العشري وكابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته وكابتن طه بصري اعتقد برضه الله ام بي اخر، انا بتكلم في حاليا في الموجودين رحمه الله عليه. طيب نشوف حالات بقى البييرو الخاصه بمباراه الزمالك، نبدا اول حاله معاك كابتن. ماشي يا كابتن، يلا اتفضل. بص هنا يا كابتن، طارق حامد من نوايا كابتن ان هو بيتحرك في ايه، في نص الملعب في اليمين والشمال. ايوه، اول ما قطع الكوره كابتن ان هو دخل في العمق وباص لفتوح. فتوح بص يا كابتن، اول ما خد الكوره عنده حلول. بص كام لاعب من سيراميكا حواليه، بس قدر يستغل الكوره وباصيها لايه، لحازم امام. هنا كابتن لما لعب لزيزو، زيزو رفع الكوره. هنا كابتن مشكله سيراميكا كابتن ان هو ما فيش حد ايه بيضغط على اللاعب او بيدافع بشكل ايجابي جدا. هنا المشكلة كلهم بيلعبوا على الكورة، جه اللاعب شافها كابتن ان هم مش شايفينه. هو بيلعبها بلمسة واحدة. طبعا عامر صداها بشكل كويس قوي. كانت عايزة وش رجله الخارجي دي يا كابتن صبري؟ بس يا كابتن هي يعني هو عبد الشافي من نوعية مش هيفكر في الحتة دي. مش هيفكر. مش هيفكر. دي عايزك انت دي. كابتن بسيوني. تمام. دي اتفضل يا كابتن. دي الهدف يا كابتن اللي انا بقول لحضرتك عليه، اتلعب. أيوة. دخل من العمق كويس جدا جدا، اتعملت من وان تاتش من عمر السعيد على اعلى مستوى، لانه شايف مصطفى كويس قوي قوي. وريحله بطريقه سلسه. بحيث انه مصطفى يستعمل رجله الشمال بسرعه. ومصطفى عنده من الكفاءه ومن القدره ومن الامكانيات ان دي لعبته. احرز كتير اهداف كتير قبل كده مع الزمالك منها. ونفس الحال مع سموح. طيب الحاله دي يا كابتن صبري، هجمه سيراميكا واقف هنا كابتن، هي واقف هنا. بص مشكله يا كابتن ان سيراميكا كابتن لما بينقلوا في نص الملعب يا كابتن، ما عندهمش ضحك، ما عندهمش حلول. حته اللاعب في نص الملعب الافريقي ان هو كابتن لازم يلعب في المساحه الفاضيه، يعني يستغل الحته الفاضيه اللي ايه في ورا نادي الزمالك. ورا المدافعين نادي الزمالك هو بيحب يلعب ايه، بيلعب على الاوفسايد على طول نادي الزمالك. اول ما قطع الكوره حازم امام يعني حرك كده الهجمه، اتحرك قطع الهجمه كده. بص اللاعب، بص يا كابتن واقف هنا بص يا كابتن، لعيبه سيراميكا ما عندهمش حافز يا كابتن ان هم يقطعوا الكوره، كلهم واقفين. بص كام واحد حوالي 4 لعيبه واقفين يا كابتن. صح. اول ما حازم قطع الكوره عندهم سرعه، عندهم يعني النواحي الهجوميه. اول ما حرك الكوره بقى كده، بص اتلعبت لعبد الله لعمر. اول ما جت لعمر نفس النظام يا كابتن، واقف هنا
واقف هنا شويه واقف هنا. آه. بص يا كابتن فين السيراميكا، فين السيراميكا ما عندهمش. بص اللعيبه في نص الملعب ما فيش حد في نص الملعب، ثلاثه ابيض على اثنين احمر. عشان السرعه يا كابتن هم واقفين في سلبيه من اول لعبه وقفت راح جت للكوره لعمر السعيد حرك الكوره كده. بص بقى ثلاثه على اثنين يا كابتن، مفروض يا كابتن. بص بقى اربعه على اثنين يا كابتن، فين فين اللعيبه بتاع السيراميكا واقفين يا كابتن، مش راجعين بسرعه ايجابيه. صحيح. راح جت لحازم دي فرصه اكيده. دي فرصه جون. دي جون يا كابتن. طبعا. بس ضاعت يعني، هو برده حازم حطها بشكل مش كويس. بص يا كابتن اول ما لعبوا الكوره برده نفس العمليه، مفيش حد خالص، اربعه بالظبط موجودين، مفيش حد من المدافعين بتاع سيراميكا. صحيح. اتفضل يا كابتن. هنا كابتن الباك رايت يعني احمد فتوح كابتن هنا موجود الشمال. شوف حضرتك لوحده مفيش حد قدامه خالص من سيراميكا بيضغط عليه. ويمنع الكروس. عمل الكروس بمنتهى الارتياحيه. ومصطفى هنا بص يا كابتن احنا عندنا عيب خطير في كل الفرق المصريه، ودايما كنت بصلحه لكل اللعيبه اللي انا مع الفرق اللي انا بشتغل فيه. لا. اللي هو يا كابتن عينين، بص واحد لا خليك عينين كل اللعيبه على الكوره يا كابتن، مع ان الكره مش هتخش جول لوحدها. الكره هتتعمل بالعرض واللي هيجيبها لعيب بيتحرك. كل عيون المدافعين يا كابتن مع فتوح وبيرفع الكوره، مفيش واحد شاف مصطفى وهو بيتحرك عشان يروح يقفل عليه. يعني الراجل اللي هو السرد باك اللي هناك ده راح مثلا لو فتوح عد. شوف الراجل ده ساب، شوف مصطفى لوحده، دي جون يا كابتن. دي جون طبعا. دي جون طبعا. تمام. طيب دي الحالات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك، واللي انتهت طبعا بفوز نادي الزمالك بهدف نظير. نروح للماتش اللي بعده وهو الاتحاد وفاركو. يعني بداية انت شفت الماتش يا كابتن؟ تمام. اتفرجت عليه. يعني هل بصراحة يعني فاركو النهاردة مش عايز اقول يستحق، لانه هو كسب فلازم ان هو اخذ ثلاث نقط، لكن هل مجريات المباراة تديك احساس انه فاركو كان له حق في الثلاثة نقاط؟ دي حقيقة يا كابتن. فاركو من ساعة ماتش المقاصة كان الانطلاقة بتاعته يا كابتن. اول ماتش كان مكسب لفريق فاركو. ابتدى هنا اخد ماتشين بالظبط، ست نقط وده الثالث. البداية كان ماتش المقاصة. نعم. يعني اول ما كسب الماتش ده خلاص في لعيبة كويسة ولعيبة مميزة جدا، وكابتن مجدي عبد العاطي عامل تشكيلة كويسة جدا وعامل لعيبة كويسة جدا، وعندهم هدف وعندهم طموح ان هم يعملوا حاجه كويسه قوي في ايه في الدوري. نعم. النهارده لما في الماتش مع الاتحاد بيلعب فرقه كبيره، فرقه نادي الاتحاد معاهم مدرب عظيم كابتن حسام حسن. طبعا. فرقه فاركو استغلت الفرص بشكل كويس قوي، وعندهم هدف وطموح ان هم عايزين يكسبوا المباراه. كان من بدايه المباراه كان على طول ضاغطين على فرقه الاتحاد، في فرص ضاعت كتير جدا بشكل كويس جدا. استغلوا الفرصه الحقيقه جاد الهدف. يعني بص لو تبص هنا يا كابتن. نعم. بص فرقة فاركو كام واحد ارجع كرة تاني كده يا كابتن. لا. ارجع كرة تاني. ارجع كرة. واقف لا بعيد بس واقف هنا يا كابتن واقف. بص كام لاعب يا كابتن جوه ال 18 من الاتحاد. فاركو. لا فرقة فاركو. فاركو يعني ده 2 4 6 7 ده بيدل يا كابتن ان هم عايزين يجيبوا جون. تخيل كام واحد من الاتحاد. بص بقى بص يا كابتن 2 4 6 7 9 10 لعيبه في الاتحاد جوه. يعني بيبان يا كابتن يعني على طول فرقه فاركو ان سبع لعيبه جوه ال 18 ان في هدف ان هم عايزين يجيبوا الكره دي جون. نعم. بص كام لاعب، كل اللعيبه رامي صبري لعب الكره بدماغه، جاد لي برده اللاعب اللي بتاع فاركو برده لعبها بدماغه. وبرده جاد لي اللاعب اللي فرقه فاركو جابها جون. بالظبط. يعني كابتن المدافعين بتاع فرقه الاتحاد كانوا واقفين سلبيين خالص، ما فيش حد بيطلع الكوره، حتى عم منصف كان بيبص على الكوره. يعني بص هنا يا كابتن رجع كده الكرة. زحمة رهيبة بصراحة. هنا بص يا كابتن اتلعبت. ردها. العب. دخلت جوه. بص هنا يا كابتن فين هنا عم منصف بقى؟ الكرة دي بص. بس دي بعيدة يا كابتن. لا بص التانية التالتة اللي بعديها. هنا يا كابتن. فين عم منصف؟ هنا يطلع بقى الحتة دي يا كابتن. وخصوصا ان الكرة عالية. بص في السكس ياردة. لا المشكلة يا كابتن في السكس ياردة. الكرة اتلعبت الجون جه في السكس ياردة. يعني طيب. بص واقف هنا يا كابتن. طبعا في الحته دي كان اصلا من البدايه كان عم منصف ياخد خطوتين يطلع بالبوكس يطلع. طيب في المنطقه دي كابتن بسيوني، يعني فيما يتعلق بالاتحاد السكندري بشكل عام يعني بنشوفه في ماتشات الحقيقه بيبقى ماسك كوره وبعدين بتخش فيه اهداف، يعني ايه مشكلته النهارده؟ مشكلته يا كابتن
يعني مشكلة صعبة جدا جدا جدا، أنا متأكد من يوم إن الكابتن حسام متكلم فيها. أيوة. المواقف الثابتة النهاردة الكابتن مجدي عبد العاطي عارف يستغل أدواته، والمواقف الثابتة من أهم أدوات المدير الفني اللي يقدر يشتغل عليه. النهاردة لو شفنا الهدفين اللي جابهم نادي فاركو هتلاقي من المواقف الثابتة. والمشكلة إن أنت تبقى عارف إن رامي صبري هو اللي هيلعب الكورة، والكابتن حسام أكيد مكلف حد بيه ورامي يلعب. نعم. ومش رامي كمان، ده رامي يلعبها وزميل يلعبها والتالت يجيبها جون. بالزبط. كل ده في وسط 10 لعيبه موجودين من الاتحاد السكندري. أيوة. فالاتحاد السكندري يا كابتن لما بشوف المعطيات بتاعته في الماتشات الاخيره اتفاجئت انه تاني اضعف خط دفاع موجود في الدوري بعد ايستر كامباني. داخل فيها كابتن حوالي، لا مش حوالي، دخل فيها 11 هدف وجاب 9. 11 هدف ده رقم كبير يا كابتن. صحيح. على فرقه زي فرقه الاتحاد السكندري وعلى مدير فني كف زي كابتن حسام حسن. يعني فاركو دخل فيه 5. خدت بال حضرتك كابتن؟ نعم. لو شفنا الهدف الثاني يا كابتن اللي جه برضو في نادي الاتحاد السكندري هتشوف برضو يا كابتن رامي صبري اللي لعب الكوره برضو، يعني رامي صبري اللي لعب الكوره واللي جابها عمرو جمال، وانت عارف ان انت عمرو جمال مميز بضربات الراس. نعم. وعارف ان رامي صبري برضو مميز في ضربات الراس. أيوة. والاثنين جابوا جون، طب فين الناس المسؤوله عنهم؟ وانا كمدير فني يا كابتن بدي تكليفات. بالظبط. والمشكله ان اسهل حاجه للمدافعين المواقف الثابته. نعم. فانت ازاي انت محذرك وانت داخل فيك جون من نفس الكوره؟ يعني لو شفنا الهدف الثاني هيجي حالا هيبقى الهدف ده يا كابتن اللي هو ايه، نفس الهدف اللي دخل فيه في الشوط الاولاني. طب انت يعني نفس الهدف في الدقيقه 86 يبقى انت هدفين بالكربون داخلين فيك يا اتحاد سكندري، واللعيبه ما اتعلمتش حتى من الهدف اللي دخل فيهم الاولاني. لا اتكرر في الهدف الثاني. يعني هل هو كابتن بسيوني بيحاول، لان هو كان ماسك كوره الحقيقه النهارده خصوصا في الشوط الثاني، بقول لحضرتك يعني. الاتحاد كان كويس جدا وعنده خط هجوم قوي، بقى في الهجوم ويسيب مساحات، ما عنده خط هجوم قوي بدليل انه عنده عدد اهداف كبير. بالظبط. فبالتالي يا كابتن بتفتح عندك مساحات، عنده 11 هدف. بس الهدفين اللي جم يا كابتن يزعلوا ليه؟ لانهم جم من مواقف ثابته، قدر الكابتن مجدي عبد العاطي الكف قدر ان هو يستغل ادواته، عنده ناس متميزه في المواقف الثابته استغلها. يعني الهدف الثاني اهوت يا كابتن، شوف اللي لعبها برضو اهو لاعب من السيراميكا وعمرو جمال. طب جاب. هل منصف النهارده له دور في الهدف ده؟ لا كابتن، منصف في الهدفين مالوش فيهم يا كابتن. ليه؟ بعيد. لان في زحمه كبيره جدا جوه ال 18، المفروض الناس اللي مكلفه برقابه اللعيبه دي هي اللي مسؤوله عن الاهداف دي. يعني المسؤول عن عمرو جمال هو المسؤول. ليه؟ لان دي يا كابتن تكليف شخصي. لا. تكليف شخصي ده المفروض انت تكليفك في المواقف الثابته ان انت مسؤول عن عمرو جمال تمنعه ان هو يحرز هدف، ودي مهاره طبعا من عمرو جمال انا بحييه عليه، لان عمرو من المهاجم المهاجمين جامده جدا. عمرو جمال ما هو انت اللي ثبته معاه. زحمه يا كابتن، ورغم ذلك لعيبه فاركو اللي خدت، عشان كده مجدي قدر يستغل المميزات اللي عنده. انا عندي لعيبه بتتميز في المواقف الثابته انها بتاخد الكور العاليه، ويقدر يستغلها وفاز على الاتحاد السكندري. ممتاز. يبقى اذا انتوا الاثنين اتفقتوا ان فاركو يستحق 3 نقاط. تمام. نتيجه استغلال الفرص. تمام. صح كده؟ طبعا. طيب نروح للماتش الاخير عندنا، وهي طبعا لقاء الاهلي وسموحه، وبالاربعه النهارده بيفوز الحقيقه النادي الاهلي بشكل رائع جدا. يعني ناخد حالات بييرو في هذه المباراه فقط لا غير. ماشي. تمام. كنا اول حاله مع حضرتك تقريبا. يلا اعرض يا احمد اتفضل. اول حاله للبييرو اتفضل. شوف يا كابتن، النادي الاهلي هنا للامانه يمكن في الفتره الاخيره اتعود ان يبقى في شراسه في المنطقه الاماميه. يعني احنا لو شفنا تلاقي بيهاجم يا كابتن 2 4 6 7 لعيبه، هنا 7 لعيب. المشكله بقى هنا يا كابتن، شوف بقى ايمن اشرف. ايمن اشرف ده الباك الشمال بتاع النادي الاهلي. صح. اللي المفروض مسؤول عنه الهاف بتاع سموحه اللي هو صديق اللي واقف هناك ده، وسابه اتحرك من ظهره وبقى في مكان جميل جدا. وايمن للامانه لعيب من اللعيبه الجوكر واللعيبه اللي تقدر، استلم كويس جدا وحطها في ابعد مكان على الحارس، وسابه بغرابه شديده جدا. انا بقول لحضرتك سابه تماما، والراجل بيتحرك المسافه. يعني ايمن وهو بيتحرك منين يا كابتن؟ بيتحرك من الجون بتاعه لغايه الجون بتاع نادي سموحه، فبالتالي في تقصير كبير جدا من صديق اللي هو الهاف اليمين لنادي سموحه. طيب اتفضل يا كابتن. كابتن نرجع تاني من الاول. نعم. بس اقف هنا يا كابتن برضو قبل ما الكره يلعبها اشرف اكرم توفيق. حته برضو يا كابتن لما قلت لك ان ايه الباكات النادي الاهلي مميزين، لازم يبقوا مميزين.
اشرف يعني ايمن اشرف لما جاب الجون زي ما قلت لك كابتن بص راح فين صح يعني جاب الجون حته دي حته دي الباكات مميزين لازم يبقوا مميزين في النادي الاهلي دي بين الهجمه هنا بقى كابتن اكرم توفيق بص يا كابتن لما لعب الكره نبص على تاو تاو كابتن هو ايه بيلعب ايه بيلعب برجله الشمال بس يا كابتن هو ايه مد مساحه لنفسه ان هو في نص الملعب داخل في نص الملعب عشان انت يبقى فيه فراغ يقدر يستغل سرعته هو سريع جدا يا كابتن راح بسرعته اتلعبت في الحته الفاضيه بص على المهاره هنا يا كابتن بقى هنا المهاره ابتدى ايه يستغل المهاره بتاعته يعني بيفكرني بالجون اللي جابه محمد صلاح في بورتو يا كابتن لما ايه بالظبط بس ايه من عند ال 18 بالظبط هو عنده الحته دي لعيب كويس قوي وعنده ايه يعني عنده حلول وعنده سرعات بالرغم ان كان في اتنين من لعيبه سموحه قدامه بس هو استغل السرعه وايه ساب الحته الفاضيه علشان يقدر ايه تتلعب فيها الكوره هدف سموحه كابتن بس هدف سموحه كابتن يمكن احنا المشكله ان الهدف سموحه جه في نتيجه زياده عدديه للاعيبه النادي الاهلي بس زياده عدديه تكتله في مكان واحد يا كابتن يعني احنا هنشوف هنا احمد عبد القادر وهنشوف هنا ايمن اشرف ونشوف هنا ديانج ونشوف قفشه والراجل حسين فيصل جاي لوحده مفيش حد معاه وفي اربع مدافعين جوه ال 18 على 2 بالظبط المفروض هنا يا كابتن الراجل ده ما يجيش لوحده بالطريقه دي الراجل استلم عم طلع له حمدي فتحي كان الراجل حط بطن رجله قويه جدا في الزحمه طبعا صعبه على الشناوي فراحت في مكان صعب جدا جدا يعني هنا ما كانش التمركز جيد تمركز ما كانش جيد من لعيبه النادي الاهلي صحيح هدف الثالث هنا نرجع تاني يا كابتن نرجع من البدايه من بدايه الهجمه خالص بس هو فين شويه ايه فين هنا احمد عبد القادر يا كابتن احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا انا شايفها ان هو ليه مستقبل كويس قوي عنده حلول عنده سرعات عنده مهاره جامده جدا اول ما خد الكره الكابتن استغل المهاره بتاعته ودخل في ايه في من مراوغه وسط اربعه بس يا كابتن طبعا هو بس هو عنده نوعيه يا كابتن ان هو عايز ياخد الكره يعني راس ايه معظم اللعيبه جات لي حسين الشحات حسين الشحات ده كابتن عنده مهاره جدا ان هو في جوه 18 بيعرف يتحكم في الايه في المهاره بتاعت الدقه كابتن الدقه في ايه ان هو بيوجه الكوره بشكل مميز جدا مميز رجله. حسين الشحات واستغل الزحمة. الحته دي بالظبط يا كابتن نعم هو مميز في الحته دي قوي جدا جدا اتفضل كابتن الهدف الاخير الهدف يا كابتن برضو شوف لعيبه النادي الاهلي عامله وسعت الملعب شوف الراجل الباك العكس اكرم توفيق شوف يا كابتن رايح مفيش ده محمد هاني محمد هاني راح يا كابتن هناك اهو مفيش حد طالع له يعني لعيبه في 2 4 6 8 من سموحه والراجل جه لوحده المسافه دي كلها وشوف يا كابتن برضو لو احنا بصينا يا كابتن بص عيون كل لعيبه سموحه على رجل محمد هاني والكرة بتطلع يعني هنا احمد عبد القادر تحت موجود هنا اهو لو اتحطت له جون والراجل اتحط حتى رقم 11 اللي موجود مع اللاعب بتاع النادي الاهلي اتحطت له بالعرض بيرستاو بيرستاو ما قدرش حتى انه يمنع الكوره لان وقفته بص شوف الوقفه مد ظهره المفروض يا كابتن باخده في صدري حتى على الاقل اشيل برجلي الشمال قبل ما تروح له طبعا. انما كابتن كان الثاني اسرع واقرب وهدف في عدد وزحمه للاعيبه سموحه اتفق معاك تماما طيب دي كانت حالتنا يتبقى الجزء بقى بتاع المعلومات والثقافه العامه الجامده جدا بقى عند الكباتن وما اعظم الثقافه الجامده جدا ولكن بعد الفاصل